ضمانا منا بإيصال صوت المشاكين والمظلومين المسؤولين، والتزاما منا بإيصال الحقيقة بدون زيادة أو نقصان إلى الرأي العام، اتصلت بجريدة السفير الصحفي أسرة ورثة بوحفصة محمد الساكنة بسيدي معروف بدرب القريعة، تشتكي حكم استئنافي بالإفراغ بعد قضاء حوالي 70 سنة بهذا المحل. وبطبيعة الحال الجريدة لبت نداء هذه الأسرة، ولتقريبكم من معاناة هذه الأسرة أجرينا الحوار التالي. الاسم كريم؟ الاسم كامل أخويا منصور إسماعيل، صهر عائلة بوحفصة محمد، كنوب على هاد العائلة عندي، واخد بنتهم سنين متعددة، مدة 23 عام. شنو المشكلة عندكم؟ المشكلة أخويا عندنا حنا بغينا الإنصاف. حاجة الإنصاف، حنا بغينا غير الحق. هاد السيد إلا كان كيستاهل شي سكن حنا 6000 مرحبا به. كيف يعقل أخويا 70 عام والإنسان ساكن ياك؟ وهاد مول الدار هذا، هاد السي صالح هذا هرجم، كينوب على المول ديال باهية رابحة، طلع الدوزيام خوا الناس ديال الدوزيام باش يسكن، ما سكنش، جاب خوه سكنو، وكاين ناس قدام تما كاينة. هاد السي صالح هذا هو د البرومي أنا أخويا باش يسكن وما سكنش، كرا بارتمان وخلى بارتمان خاوية، بارتمان خاوية جاب فيها مو كيجيبها، وعندهم الأملاك في بني ملال. حنا طبقنا الحق. هاد السيد هذا كيقول لك عنده واحد طويله في القصر، حنا عاش لا اله الا محمد رسول الله، عاش محمد السادس. قد لكم شي دعوه في هذا اخويا؟ كاين اخو دعوه قضائيه ربحنا اخويا جوج خطرات. ها الحكم اخويا الاول ديال 2014 حكمنا ابتدائيه في الحياه ديال الوالد. ها الحكم الثاني اخويا ديال 2015. كيف يعقل اخويا تسير كيفاش تربح هذا الدوسي هذا؟ كيفاش تربح؟ لا اله الا محمد ما عندنا فيه مشيو اخويا. كيقول لك واش كان فيه؟ ها باش حكمت المحكمه؟ المحكمه حكمت بالافراغ خويا، التنفيذ الثالث كيجي الحكم الاول اخويا حكم في الصريح ديالنا. بحال اش هذا الصريح ديالكم اخويا؟ هذا السيد هذا الطلب، هذا السيد باش يسكن تلغى لي الطلب ديالو، حكموا في الصريح ديالنا. يعني رفض الطلب؟ رفض الطلب. الحكم ديال 2014 اخويا هو هذا. ايه هو هذا. الحكم الثاني ديال 2015 اخويا هو هذا، ربحناه، دار الاحتياج ديال السكن اخويا، والمحكمه كانت نصفنا. نعم حنا ما الحق، ولكن كيف يعقل في 2017 اخويا تتصدر الحكم في السيناف؟ كيف يعقل هاد السيد كون كان بغى يسكن كون سكن في الدوزيام، ولا بغى يسكن يسكن في البروميان؟ علاش ما تسكنش في الدوزيام وفي البروميان كراه؟ علاش هذا كون عينو اخويا في السكن كون سكن؟ ولكن اخويا كاين مافيا العقار اخا في القريعه، هاد السيد معاه واحد السمسار هو اللي مولو بهاد الدوسي، ودير معاه وعد بالبيع، وهاد السفلي هذا اخويا كيسوى 450 مليون. حنا قلنا حنا ما طالبين والو، قلنا له اخويا حنا غير دور معنا نشوف حالنا. ومول الحانوت عطاه اخويا 40 مليون. مول الحانوت عطاه، علاش مول الحامول؟ علاش مول الحانوت اخويا عطاه 40 مليون؟ علاش؟ باش يوسع السفليه، حتى السفليه في القريعه، السفليه في القريعه ساوي التامه ساوي الملاير، فهمتيني؟ التجار التركيين طلعوا للقريعه ولاو كيطلقوا الملاير على قبل السفليات ديال القريعه. وهذا السيد هذا راه بايع المحل ديالو السفليه 420 مليون، وقال لك والله ما تاخذوا ريال، قال لك علاش؟ عنده يده طويله في القصر. حنا لا اله الا محمد رسول الله، وعاش محمد السادس. شحال انتم كتخدموا في هذا الشحال؟ وحنا اخويا 16 خاك في شكون خدامي؟ شي واحد خدام؟ اخويا انا عندي فراشه، انا مكفل اخويا بهذا النسيب ديالي، هذا النسيب ديالي غير الصباغ هذا، انا غير كنعاونو هنا في هذه الدار، عندي غير فراشه. تصور اخويا فراشه هزت ثلاث العائلات، بقاو في اخويا شي ثلاث سكنت معاهم، حتى انا عندي ظروف عائلتي اخويا سكنت معاهم. وعاش الملك اخويا. لما كتوجد سيدنا الله ينصرو، سيدنا ياخذنا حقنا، سيدنا ياخذنا حقنا. راه عندنا الى الناس الى جاو فرغونا غادي نديرو خاكيطون في الشاطي، ولا غادي ننتحروا. ما عندناش فين غنسكنوا، ما كاينش. ولا غادي ننتحروا اخويا، راه حتى حنا مغاربه، حتى حنا عندنا حقنا، حتى حنا. واش هذا السيد دخلنا عليك بالله اخويا؟ كيف يعقل السيد خوى الناس ديال الدوزيام ما سكنش، جاب خوه وخلى الناس، ها هو البروميان وما سكنش. ها هو خويا التنازل، هذا هو التنازل ديال الناس البروميارين اخويا، الناس اللي في الدوزيام اللي خواهم زاني ما خو تنازل. نفس هو اللي دعم اخويا، هو اللي دعم على حسب باش يسكن الاحتياج السكن. ما سكنش اخويا، ما سكنش ولينا حنايا، ما سكنش ولكن ما سكنش. وديتو للمحكمه بهذا، ودلينا اخويا كلشي للمحكمه. لا اله الا محمد رسول الله، لا اله. شوف خويا كاين يد الله، لا اله محمد. وهذا ريسيكون جو سيدنا الله ينصرو، بغينا حنا غير حقنا غير الانصاف. وعاش الملك، وعاش الملك،
وعاش الملك اخويا. اخويا نسيبي في عمره 64 عام هذا 64 عام نسيبي هذا معوق نسيبي مسكين هو معوق. ري خرج لي كوري رجلي كوري وري وري اخويا رجلي كوري. عنده خمسة نفوس اخويا السيد عنده خمسة نفوس هذا رجلي كلها حديد. عنده خمسة الاولاد اخويا ساكن في بيت هذا عنده ثلاث البنات عنده اليتامى انا مكفل بهم اخويا نفس الدار ساكن نفس الدار اخويا نفس لابارتومون. حنا ما طالبين والو غير الانصاف. الا كانت السيد كيستاهل راه مرحبا وحقا اخويا. شوف هاد السيد غادي نقول لك المده ديال السنين حنا الكرا عندنا شويه رخيص ولكن اش غادي نقول لك طلع شويه ذكي في حياه نسيبي الله يرحمه بات المراه عندي. كان جا واحد السيد هنا قال لي غنعطيكم 80 مليون وزيد لكم فكره. قال لي ما عطيك لا 80 مليون لا والو غادي نخرجكم زيرو درهم. انا راه عندي ناس في القصر وكذا وكذا وانا عاش الملك عاش الملك. هاد السيد راه كيتعنى بشي سيد في القصر حنا كنقولوا عاش الملك. هاد اللي سر مجاهد سيدنا الله ينصرو وعاش الملك اخويا عاش الملك. بغينا حنا الانصاف وانا الحق. نعم اخويا في الابتدائيه الاولى والثانيه ما عرفناش اخويا كيفاش تحيلوا على القانون وربحونا ما في السيناف. الا قالنا سيدنا خرجوا ما عرفناش حنا حاجه شي داروا لينا فين غنمشيو. الا قالنا خاصنا نخرجوا خرجوا اخويا ما عندناش فين غنمشيو. خوتي راه ما في حالهم شو انا غير مربيه كنقري مع واحد من الجمعيه ما كنشد شي ثمن زعما اللي هو ما قادرش تعين الاسره بكاملها. خويا عندنا فلاشه خويا كنتعاونوا مع هذا السيد وخويا الاخر تو خوتي حنا جينا معاهم عندهم اليتامى قلنا زعما باش نتعاونوا حنا جميع. ما عندناش اخويا ما عندناش ما عندناش فين غادي نمشيو. الا خرجنا غادي نسكنوا غنديروا غاكيطون وغنديروا التصاور ديال سيدنا الله ينصر سيدنا انا كنعرفوه بان هو هو ملك الفقراء. نصفينا سيدنا راه ما عندناش فين غنمشيو. هاد الناس راه ظلمونا راه حرام عليهم. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. كي غنديروا ما عرفناش كي غنديروا فين غنسكنوا. هاد القرار هادي اللي خدات المحكمة باش ظلمونا راه حكم جائر راه مايمكنش غادي يربحونا غير إلا مكانش شي 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 حاجة اللي هي صحيحة. هو كيقول لك راه عنده يد كبيرة عنده يد طويلة في القصر وأنا خصنا نعرفو شنو هي اليد الطويلة في القصر سيدنا. كاينة يد الله يد الله فوق فوق العالم فوق العالم كامل راه مكيحكم الله راه مكيحكم مكيحكم العبد حتى كيحكم الله. وعاش الملك عاش الملك. أسيدنا هاد الناس راه كيستغلو النفوذ ديالك أسيدنا هاد الناس هادو. الا اله الا محمد رسول الله راه حنا معاك حتى الموت يا سيدنا. حنا عاش الملك معاك حتى الموت. حنا سيدنا معاك حتى الموت. لا اله الا محمد رسول الله عاش الملك اخويا.